الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في أول سورة النمل: وإنك لتلقى القرآن. هذا المنهج هو المنهج الذي أنزل الله عز وجل به هذا الكتاب على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هو منهج التلقي للقرآن. وإنك لتلقى القرآن، والتلقي وقع لنبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فالتلقي وقع لآدم عليه الصلاة والسلام حين عصى الله عز وجل، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، كما قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. آدم عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في شأن توبته: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فآدم عليه الصلاة والسلام تلقى كلمات من الله عز وجل، والقرآن أيضا كلمات تلقاها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الكلمات التي تلقاها آدم عليه الصلاة والسلام كيف تلقاها؟ آدم عليه الصلاة والسلام تلقى الكلمات، يعني قالها، فالله عز وجل تاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل له: وإنك لتلقى القرآن. فمنهج التلقي واحد، منهج التلقي واحد. تلقي آدم عليه الصلاة والسلام كيف تلقى القرآن، لكي نعرف كيف أيضا سنتلقى نحن القرآن. آدم عليه الصلاة والسلام تلقى هذه الكلمات بثلاثة أمور: الأمر الأول الإقبال عليها، والأمر الثاني القبول لها، والأمر الثالث الفهم لها. هذه الأركان الثلاثة التي تلقى آدم عليه الصلاة والسلام بها الكلمات. واختلف أهل التفسير اختلافا في الكلمات، ومن أمثل ما قيل أن هذه الكلمات هي قول الله عز وجل: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات هي التي تلقاها آدم عليه الصلاة والسلام، تلقاها بالقبول لها، بالإقبال عليها، والقبول لها والفهم لها. وكذلك تلقى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، وأمره الله عز وجل أن يبث هذا الكتاب بهذا المنهج، بمنهج التلقي والتلاوة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. هذه هي صفته عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. طب ما وظيفته؟ وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، يعني بهذا القرآن. فالله عز وجل بعثه ليتلو عليهم آياته، ومنهج التلاوة هو ذاته منهج التلقي للقرآن. التلاوة، تلاوة القرآن ليست مجرد القراءة، لا، التلاوة أعظم من ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل التلاوة منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريق دعوته: وأن أتلو القرآن. أتلو القرآن وأتلو القرآن فقط. وهذا أيضا ما ذكره الله عز وجل في أول البعثة في سورة المزمل:
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فهذه المناهج ليست مجرد القراءة، ليست مجرد قراءة القرآن، وإنما هي مناهج تلقي القرآن. تلقي القرآن يقوم على عدة أركان. الركن الأول من أركان التلقي محبة الكتاب، محبة القرآن. المحبة بعض الناس مثلا يعني لو احنا قلنا ما محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ايه هي محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ امتثال أمره، الاتباع. هذه هي الأمور الشائعة عن المحبة، لكن هذه ليست حقيقة المحبة، هذه ليست حقيقة المحبة. المحبة ليست اتباعا فقط، بل هي يعني المحبة ميل قلبي، ميل قلبي. المحبة أمر قلبي، أمر قلبي يصعب على الإنسان أن يعبر عنه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون رسول الله محبة حقيقية، ليس باتباعه فقط عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت أنفسهم تشتاق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أكون عندك ثم أذهب إلى أهلي فأشتاق إليك فأرجع مرة أخرى، فتفكرت في منزلتي في الآخرة فبكيت، يعني أنت ستكون في الدرجات العلى وأنا الله أعلم أين يذهب بي. فأنزل الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما يعني جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في ليلة إضحيان، ليلة إضحيان يعني القمر ليلة البدر ليس بينه وبين الأرض سحاب، ما فيش حاجة تغطيه، وطبيعة هذه البيئة غير طبيعة البيئة التي نعيش فيها. يعني إحنا الآن لا نستطيع أن نشاهد آيات الله عز وجل، لا نستطيع. هذه المدنية يعني لهت الناس عن مشاهدة الكون، عن مشاهدة الكتاب المنظور. تلوقت تبص تلاقي أنوار، لو ماشي في القاهرة ربنا يعافيك لا ترى السماء أصلا. يعني أنت وأنت ماشي مثلا في بعض شوارع القاهرة لا تكاد ترى السماء أصلا. إنما التنين دولي هو أصلا منه للسماء، منه للأرض، منه للجبل، منه للسهل، منه لكل شيء يحدثه في الكون عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دعاهم ليتأملوا كثيرا في الكون الذي يشاهدون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه الأشياء من كثرة ما مروا عليها نسيوها، لكنها كانت أقرب شيء يدلهم على الله سبحانه وتعالى. فالمقصود إن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أنزل الله عز وجل عليه القرآن أنزله بهذا المنهج، بمنهج التلقي. جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال نظرت في ليلة إضحيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، فكنت أنظر إلى القمر مرة وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، فوالذي نفسي بيده لوجه رسول الله أحلى من القمر صلوات الله وسلامه عليه. هذه المحبة، هذا الميل القلبي. كذلك أول ركن من أركان التلقي أن تحب القرآن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل فيقول أن تجعل أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أول دعوة أن تجعل القرآن ربيع قلبي، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، أنسه وراحته وسكينته وجماله. فأول شيء أن تحب الكتاب، وبقدر محبتك للكتاب توهب، بقدر الحب
يوهب الإنسان، وبقدر الوهب إذا وهبك الله عز وجل من آيات القرآن بقدر ازدياد شوقك للقرآن. وإذا ازداد شوقك للقرآن فإن الله عز وجل سيعطيك من نوره، وإذا أعطاك الله عز وجل من نوره فأنت تسير إلى الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا النور هو القرآن، هو القرآن العظيم نور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا القرآن شفاء لما في الصدور من شهوات وشبهات، شفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال قتادة رحمه الله تعالى ما جالس أحد القرآن إلا خرج بزيادة أو نقصان. واقرأوا إن شئتم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فأول شيء تتلقى به القرآن أن تتلقاه بالإيه؟ بالمحبة، أن تحب القرآن. ولذلك كان أبو الحلال العتكي رحمه الله تعالى يقول في دعائه، يكثر كثيرا، يقول كثيرا في دعائه اللهم لا تسلبني القرآن، اللهم لا تسلبني القرآن. كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء، اللهم لا تسلبني القرآن، يخاف أن يسلب القرآن، يخاف من هذا الأمر العظيم. وكان السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحبون القرآن العظيم. لما سئل نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن حال ابن عمر، وسئل مولى الإمام مالك عن حال مالك، فقال ذاك شيء لا تطيقونه، إنما هو القرآن، إنما هو الصلاة والقرآن بينهما، الصلاة والقرآن بينهما فقط. ده اللي بيعمله، بيروح يصلي ويجي يقرأ القرآن. وذلك فتح الله عز وجل عليهم من آياته وبيناته. الشافعي رضي الله عنه كان يختم القرآن 60 مرة في رمضان، 60 مرة في رمضان. في مرة من المرات الشافعي سئل عن مستند الإجماع، فجلس حبس نفسه 3 أيام يقرأ في القرآن قراءة تدبر وتأمل، حتى وصل وضع يده على الآية التي يذكر فيها الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، آية النساء. فكان القرآن هو أقرب شيء إليهم، بل كان بعض السلف يمسك بالقرآن ويضمه إلى صدره ويقول كتاب ربي كتاب ربي. وعكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا كان يقبل المصحف ويقول كلام ربي كتاب ربي. وخباب بن الأردت رضي الله عنه وأرضاه، ذاك الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، خباب بن الأردت، عارفين خباب له قصة مشهورة، حد يعرفها؟ قصة خباب المشهورة مع سيدنا عمر الخطاب، لما كان قاعد مع سيدنا عمر الخطاب فقال له عمر والله ما أحد أحق بهذا المجلس من بلال بن رباح. فقال لما يا أمير المؤمنين؟ قال لما أوذي في الله عز وجل. فكشف خباب عن ظهره، كشف خباب بن الأردت عن ظهره، فلما رآه عمر بن الخطاب بهت، يعني أخذ، فقال ما الذي صنع بك ذلك يا خباب؟ قال يا أمير المؤمنين أوقدوا لي نارا عظيمة ثم تركوها حتى صارت جمرا ثم طرحوني عليها فما أطفأ لظاها إلا الماء الذي ند من ظهره، رضي الله عنه وأرضاه. كان خباب رضي الله عنه وأرضاه يوبخ نفسه قائلة يا هنتاه تقربي إلى الله
فإنك لن تقربي إلى الله بأحب إليه من كلامه. تقربي إلى الله فإنك لن تقربي إلى الله بأحب إليه من كلامه. فأول منهج التلقي أن تحب القرآن. تحب القرآن لأنه هداية، تحب القرآن لأنه نور، تحب القرآن لأنه هو الذي سينقذك، هو الذي سينتشلك مما أنت فيه، هو الذي سيأخذ بقلبك حاديا بك إلى الله عز وجل. هذا القرآن هو الذي جعله الله سبحانه وتعالى حاديا للقلب إليه. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل؟ كان صلى الله عليه وآله وسلم يلقن القرآن للصحابة. شوف سيدنا جابر يقول جابر كان يعلمنا الاستخارة كما عاوز يشبه بحاجة، فيشبه بإيه؟ كما يعلمنا السورة من القرآن. عبد الله بن مسعود يقول لقد أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة. النبي عليه الصلاة والسلام شغلته وأن أتلو القرآن، يبين للناس القرآن ألفاظا ويبين للناس القرآن معان. وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما قالوا لما قالت امرأة أم الفضل بن العباس رضي الله عنها، رضي الله عنهم، فضل بن العباس ابن عبد المطلب يقرب للنبي يبقى ايه؟ عمه؟ ها؟ ابن عمه؟ الفضل ابن عم النبي صح؟ عليه الصلاة والسلام. طب العباس يقرب له ايه بقى؟ ها؟ عمه صح؟ عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الفضل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أمه بقى بتقول لقد حفظت سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الجمعة، وهي سورة ايه؟ لا سورة ايه؟ المرسلات. سورة المرسلات. سورة المرسلات، والمرسلات عرفا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ كل جمعة يقرأ الغاشية وسبح، وربما قرأ السجدة والإنسان، وربما قرأ المنافقون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر هذه السور، كانت حياته مع القرآن عليه الصلاة والسلام. في صحيح ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في محور آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة ذريني أتعبد لربي. يعني الليلة دي يعني سبحان الله، هذا من العجائب. هو كل ليلة يتعبد، كل ليلة يقوم، لكن هذه الليلة كانت لها خصوصية. بيقول لها من أول الليلة، الليلة دي يعني إيه؟ مالكيش دعوة بيها خالص، الليلة دي سيبيني، ذريني، اتركيني أتعبد لربي. يا الله، من أول الليلة سيطر عليه الصلاة والسلام، اتخذ قرارا أن هذه الليلة لله، من أولها كده لله عز وجل. ذريني أتعبد لربي. قالت يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك، أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت فقام يصلي فبكى حتى بل خده، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم قام يصلي فبكى حتى بل الأرض. فجاء بلال يعلمه بالصلاة وقال له أتبكي وقد غفر الله لك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. شو حياته مع القرآن صلوات الله وسلامه عليه. إذن المنهج الأول من مناهج التلقي هو منهج المحبة، منهاج التلقي للقرآن. كيف نتلقى القرآن؟ أول حاجة لازم تحب القرآن. طب تحب القرآن إزاي؟ تحب القرآن بأن تعرف حديث القرآن عن نفسك، تطلع كده من القرآن الآيات اللي تكلمت عن القرآن. شوف أول حاجة خالص في القرآن، أول سورة بعد الفتحة على طول، يعني المقدمة. الفتحة دي مقدمة القرآن، فاتحة مقدمة القرآن، مش مقدمة القرآن وبس، لا، وكل معاني القرآن فيها. يعني دي الخلاصة، يعني خلاصة القرآن في سورة الفاتحة.
وذلك سبحان الله من العجائب سورة الفتحة دي تتكرر علينا كل صلاة. الوحيدة السورة الوحيدة، يعني ليه مثلا ما كانتش سورة الإخلاص؟ في حكمة صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ السور اللي بتتكرر ديت لها حكمة. يعني أي سورة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتكرارها أو كررها أو كان يقرأها كثيرا لها حكمة خاصة. بعد كده السور اللي لها فضائل، بعد كده سائر القرآن، سائر القرآن، لأن القرآن يتفاضل على الصحيح من كلام أهل العلم، والفاضل اللذ منه فيه أتتي. فإحنا عندنا سورة الفاتحة بتتكرر على طول، بعد سورة الفاتحة على طول ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، على طول كده. يعني الواحد بيبدأ أي كتاب تشوفه تلاقي في المقدمة إيه؟ وأعتذر عما يحدث من تقصير وخلل وسامحوني كده، إلا القرآن أول حاجة فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهذه أيها الكرام كفائدة، يعني هذه هي الشروط القلبية للتحقق بفهم القرآن. الحاجات اللي جت بعدها لا ريب في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة إلى آخر الآية. يبقى أول حاجة لا بد أن تعرف حديث القرآن عن نفسه. الحاجة الثانية أن تعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال السلف مع القرآن، كيف كانوا يتعاملون مع القرآن. وهذه فيها كتب ورسائل، في كتاب مصور موجود معروف اسمه منهج السلف أو حال السلف في التعامل مع القرآن للشيخ بدر البدر أظن، لا اسمه كده حال السلف مع القرآن، أو هكذا عاشوا مع القرآن، هكذا عاشوا مع القرآن. وله كتاب أيضا باسم حال السلف مع القرآن الدكتور بدر البدر، بيتكلم فيه عن محبة هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عن محبتهم للكتاب. يبقى المنهج الأول من مناهج التلقي للكتاب محبته الإيه؟ محبته الكتاب. المنهج الثاني قراءة الكتاب، التلاوة. التلاوة بمعناها الأخص بمعنى القراءة، مش بالمعنى القرآني، لأن التلاوة بالمعنى القرآني غير التلاوة بمعنى القراءة. فلا بد أن تتلو القرآن. وأفضل مكان تتلو فيه القرآن في الصلاة، الارتباط ما بين الصلاة وما بين القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر حزبه، الحزب بتاعه في اليوم الورد بتاعه، يعني كان بيقرأ فين؟ في الصلاة، كان يقرأ في الصلاة. الصحابة والتابعين كلهم كانوا بيعملوا كده. أبو إسحاق السبيعي رحمه الله أحد كبار محدثي مصر، أبو إسحاق السبيعي رضي الله عنه كان عمر، مات كبير وكان قد جاوز 60 من عمره، وكان يقول إنا لله لما كبر كده وعجز، وكان لا يقوم إلا إذا أقيم، يعني عرفش يقوم لحاله، لازم واحد يقومه ياخد بإيده. وكان إذا قام قال إنا لله، ذهبت قوتي وضعف جسمي ورق عظمي، وأنا الآن أقوم فلا أستطيع أن أقرأ إلا بالبقرة وآل عمران. يعني بقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا الوقت ما عدتش بقدر أعمل حاجة، جسمي تعب ومش قادر أقوم. طيب يعني وبعدين تعمل إيه يعني؟ قال أنا لا أقدر أن أقرأ إلا بالبقرة وآل عمران، يعني بقوم البقرة وآل عمران. سبحان الله، هذا لا يستطيع أن يقوم إلا إذا أقيم، إلا إذا أقيم. ولماذا أبو إسحاق السبيع؟ نذهب إلى سيده وسيدنا صلوات الله وسلامه عليه، سيدنا حذيفة قام بجواره ذات يوم، وحصل برضه مع سيدنا ابن مسعود، قال فافتتح البقرة فقلت يختم عند 100، يعني 100 آية ويركع. فهم يقول لي إيه؟ كمل خلاص، خلص البقرة ويركع. قام جاي صلى، افتتح النساء،
انت ماشي يعني نصبر نشوف اخرتها ايه يعني. هو قال عن نفسه قال هممت بامر سوء. قال وما هممت؟ قال هممت ان اجلس وادعى يعني انا مش قادر. وهو عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام راح المدينه وهو عنده كم سنه؟ اكثر من 50 سنه. اكثر من 50 سنه يعني قول مثلا كان عنده 55 سنه في الموضوع ده. 55 سنه ويقوم بالبقره والنساء. قال خلاص النساء وهيركع لا افتتح آل عمران البقره والنساء وآل عمران في ركعه واحده. ركعه واحده صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يا اخواننا لم ياتي من فراغ، هذا من محبتهم للقران. وذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه بحر العلوم جامع القران منه استحت ملائكه الرحمن. عثمان بن عفان كان يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله. هي الفكره في كده، فكره بمقدار طهاره القلب، بمقدار طهاره القلب. يبقى المنهاج الاول محبه الكتاب، المنهاج الثاني قراءه الكتاب، المنهاج الثالث الاستماع إلى الكتاب. الاستماع للقرآن سنة من سنن الهدي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه اقرأ علي، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال اقرأ، فإني أحب أن أسمعه منين؟ من غيري. أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فقال لي أمسك أو قال حسبك. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تزرفان صلوات الله وسلامه عليه. وذهب مرة إلى أبي بن كعب رضي الله عنه عبد الله بن مسعود من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. راح مرة لأبي بن كعب وخبط عليه وقال إن الله، هذه من الله، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال وسماني لك؟ قال نعم وسماك لي. فبكى أبي رضي الله تعالى عنه ورضاه. سورة البينة لم يكن الذين كفروا لأهل الكتاب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يجمع الصحابة رضي الله عنهم وبينهم أبو موسى الأشعري. وأبو موسى الأشعري أيضا من أهل القرآن، يعني من الصحابة كلهم من أهل القرآن، لكن هذا من أميز الصحابة مع القرآن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فيقول له يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ عليهم شيئا من القرآن. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وأبي بن كعب أيضا من الجلة من الصحابة، من مقرئ الصحابة الكبار رضي الله عنه، أصيب بالحمى في آخر حياته في عهد عمر بن الخطاب. وكان أبي بن كعب هو اللي بيصلي بيهم التراويح، يعني أبي بن كعب هو اللي كان بيصلي بيهم التراويح. كان طبعا سيدنا عمر الخطاب أول واحد عمل فكرة التناوب، مش ان واحد يصلي الليله كامله، لا يعني ايه يريحوا. وطبعا اللي بيصلي وراه والشيخ بيتعب، يعني اللي يعني في ناس بتفكر، في ناس بتفكر ان الشيخ اللي بيصلي ما بيتعبش، لا هو بيتعب برضه. يعني مثلا ايه، في مره من المرات اخ دخل يصلي، فالمهم قرأ قرابه ايه جزئين كده في ركعه تقريبا، يعني جزء يعني قرأ الاسراء والكهف ومريم وطه في ركعة، وقرأ الأنبياء والحاقة والمزمل في ركعة، فيما يعني على ما أذكر. حتى كان في ولد من الطريق، يعني كان في ولد صغير بيصلي وراه، فالولد ده كان يبكي يعني بعيط جامد. فبعد الصلاة بقول له يا ابني أنت عايز ليه؟ فبقول لي احسن الشيخ طول قوي والاخوه عمالين يعيطوا، فقلت لما عيط يمكن هم بيعيطوا يعني علشان تعبانين. فلما الشيخ يسمعهم بيعيطوا هو يعني يخف شويه.
هو مش عارف انه فيها يعني. فهم فاكرين الشيء لا بيتعب. فسيدنا عمر الخطاب عمل فكرة ايه؟ انه نوم. فأبي بن كعب أصيب بالحمى رضي الله عنه. فلما أصيب بالحمى أبي بن كعب دعا الله عز وجل. قال يا ربي أبقها لكن أقدرني على الصلاة. قول مش مشكلة، الحمى تقدر. ما عنديش مشكلة، بس أخذ حاجة واحدة بس. إن أنا أقدر أصلي. سبحان الله، يعني شوف قول له أنا مش مشكلة عندي، أنا مريض محموم. وفضل على هذا الحال 40 سنة. فيما يقول 40 سنة عنده الحمى مش راضي. وكان يقدر على الصلاة، يقف في الصلاة ولا كان عنده حاجة. والرجل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه اللي كان مع عمار بن ياسر والرجل من المشركين اجى وقام جاي رماه بسهم. وبعدين عباد بن مشرك نعم الشيخ محمد بيقول عباد بن مشرك رماه بسهم وبعدين رماه بسهم ثاني وبعدين رماه بسهم ثاني حتى انفجر كلمه. عمار بن ياسر صحي قال له انت بتحسني ليه؟ قال والله كنت في سوره ووالله يعني يقرا سوره من القران ووالله لولا اني اكلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انفتلت منها ولو ذهبت روحي. ولو ذهبت روحي يعني هو يموت بس يفضل عايش مع الصوره دي. طب يعني بالله عليكم كيف هذا كان يعيش يعني؟ مش حاسس باي حاجه خالص. اللي سيدنا الامام البخاري احنا عارفين الامام البخاري، الامام البخاري بيشتغل ايه الامام البخاري ده؟ ها؟ بتاع حديث صح؟ الإمام البخاري صاحب الصحيح حتى الناس كلها عارفين البخاري. شوف البخاري ده الإمام ده الإمام البخاري كان بيعمل إيه؟ فمرة من المرات كان يصلي فنزعه زنبور. زنبور يعني إيه؟ ها؟ يعني دبور بس طبعا دبابير زمان يعني كانوا رجالة برضه زي رجالة زمان كده يعني شوف سبحان الله يعني كل أمة ربنا بيبتليها باللي على قدها برضه. يعني إحنا لو عندنا دبابير زمان دي كنا رحنا بنحيا. إحنا الوقت عندنا الناموس بتلاقي الواحد كل شوية عمال يخبط، اللي يخبط في رجله واللي يستنى الركوع يعني بفارق الصبر عشان يفضل يهرش في رجله يمينا وشمالا. الإمام البخاري لسعه زنبور. حاجة طلع يصلي. يصلي كانت الصلاة. وبعد ما انتهى من الصلاة قال انظروا ايش لسعني. يعني ايه اللي حصل يعني؟ مش واخد باله اصلا بيصلي. هو بيصلي مش واخد باله. قال انظروا ايش لسعني. فوجد به يعني حوالي سبع تقريبا سبع لسعات. ايه سبعات عشر؟ 17 لسعة. يلا الشيخ محمد بيقول 17 لسعة. وهو بيصلي. ده هي لسعة كفاية لسعة واحدة بس كان واحد جري في الجنب. لكن سبحان الله هو بيصلي في بلد. انا واحد بيحكي لي مره كان بيصلي بيقول لي وانا بصلي لقيت تحليه مع الدين خبط كنت احباب فده من الصلاه ومشي هو امام يعني يعني لا شيء ما اعرفش الناس كمان صلاه ازاي لكن هو خبط تحليه كنت احباب ولا حاجه فسبحان الله يعني هو ده مش باب ورضي الله تعالى عنه وارضاه الذي كان بحرا كما يقول الزهري كان بحرا لا تكدره الدلال اللي هو مين؟ عروه بن الزبير. ايه؟ عروه بن الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه. وهو يعني اصابه مرض آكلة عافانا الله واياكم والمسلمين جميعا من كل مكروه وسوء. فارادوا ان يسقوه خمرا عشان يدور هيقطعوا رجله ومش هيقطعوا بس كانوا بيقطعوا ويحتموا. يعني كان يقطع رجله ويحتم يعني يحطها في الزيت المغلي عشان ما يموتش الراجل والنزيه. فقال والله ما اشرب شيئا حرمه الله علي اكل شيء. ولكن إذا مضيت في الصلاة فدونكم. ببدأ أصلي اعملوا اللي أنت عايزين تعملوه. وفعلا سبحان الله يعني شوف ممكن الواحد ينوي بخاشع أنت واخد بالك بس لا يؤديه الخشوع
يعني الواحد هو داخل وخلاص انا يا رب يعني مش كل صلاة ضيع كده، يعني الصلاة دي تقلم ليا، ممكن ربنا يكرمه مثلا والموضوع يعدي ويخشع في الصلاة ممكن تتوب منه، لكن ده عارف يعني ده المبهج انه عارف ساعة ما يخش في الصلاة ده هو بيقول الله أكبر، يحقق هذه الكلمة الله أكبر، انتهى خلاص الله أكبر، يعني كل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى انتهى، كل شيء صغير حقير. وفعلا قطعوا رجله وهو في الصلاة يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى أول شيء من منهاج التلقي المحبة، ثانيا التلاوة، والتلاوة في الصلاة، وده كنا كما قلت لكم لعلكم تذكرون يعني ده نبراس الإصلاح، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لم نضيع أجر المصلحين. التمسيك بالكتاب والصلاة مقترنة الاثنين مع بعض، لازم تحرص عليه، لازم تحرص إنك تؤدي الورد بتاعك فين؟ تؤدي الورد بتاعك في الصلاة. يبقى احنا كده قلنا كم حاجة؟ أربعة ولا خمسة ولا ثلاثة؟ ثلاث حاجات، أول حاجة المحبة، اثنين التلاوة، والتلاوة في الصلاة والاستماع. شوفوا انتوا يعني طب انا مالي يعني ذاكرتي على انتوا بتسكتين بسرعة كده، او عيد يا عم. اول حاجة اول حاجة المحبة، شوف ثاني حاجة لا لا ثاني حاجة ايه؟ التلاوة، صحيح؟ طيب يبقى أول حاجة التلاوة، ثاني حاجة لا أول حاجة المحبة، ثاني حاجة التلاوة، ثالث حاجة أنا رايح وأطلع الورقة علشان ما أنساش، الورقة فيها حساسة ما أنساش، شكلها هطول كده طالما طلعت الورقة. المنهاج الرابع المكابدة، المكابدة، مكابدة القرآن. والمكابدة دي اخوانا يعني امر عظيم، وهي من اصول السير الى الله تعالى. كان بعضهم يقول كابدت القران، كما نقل غزالي وغيره، كابدت القران 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. مكابدة القران، وذلك الشيخ فريد الانصاري رحمه الله كان يقول ومن لم يكابد حقائق القران لئيبا تشعب النور في قلبه فلا حظ له من نور. اللي ما بيكابدش القرآن لا يستطيع أن يصل إلى حلاوة القرآن. وذلك لما رجل قال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه قرأت البارحة المفصلة في ركعة، يقول شوف أنا عملت إيه، قرأت المفصل، يعني المفصل ده من إيه؟ من فين لفين؟ من قاف للناس أو من الحجرات إلى الناس، كل ده قرأ في ركعة. فقال ابن مسعود هزا كهز الشعر، ولكن هزا كهز الشعر، ولكن القراءة إذا وقعت في القلب ما وقع في القلب فنفع. وقال رجل ابن المبارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قرأت البارحة القرآن في ركعة، قل له أنا خلصت القرآن كله في ركعة واحدة. فقال ابن المبارك لكني أعرف رجلا قرأ الهاكم التكاثر طيلة الليل لم يستطع أن يتجاوزها، يعني نفسه قل له تقرأ القرآن كله في ركعة، أنا لا أعرف واحد اللي هو يعني ابن المبارك رضي الله عنه، لكني أعرف رجلا قرأ الهاكم التكاثر طيلة الليل لم يستطع أن يتجاوزها. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ليلة قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، عزيز الحكيم. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مر عليها ابن أختها اللي هو عروة، صح؟ نعم. مر عليها ابن أختها عروة الصبح كده، فوت على خلفه سيدة عائشة رضي الله عنها
عمر بن الزبير ده مين؟ ها؟ ابن الزبير بن عوام، الزبير بن عوام ده ابن ابي ها؟ ابن عمته. نعم، وهو ايضا حواريه، امه من؟ لا، ام الزبير. ام الزبير السيده صفيه رضي الله عنها، وزوجته اسماء، وابنه امير المؤمنين عبد الله بن الزبير. الى يعني فعمر بن الزبير فات على خلفه اللي هي السيده عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها، قال فوجدتها تقرا سوره الطور، تقرا قول الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. قال فجلست طويلا وهي تقرا: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. قال حتى مللت، يعني قاعد مستني كثير. قال فذهبت الى السوق، وذهب الى السوق وقضى حاجته ورجع الى السيده عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها، قال فوجدتها تقرا: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. قال الله عنها. فمكابده القران لا بد ان تكابد القران، وتكابد الصلاة، وتكابد العبادة. يعني تكابدها يعني تحايل النفس عليها، تحايل النفس على العبادة، لأن الأمر يا أخوانا لا يستقيم للإنسان ضربة لازم، صح ولا لا؟ يعني بعض الإخوة مثلا لما يسمع مثلا إن واحد ختم القرآن في ركعة، وإن الثاني مش عارف كان يقرأ إيه، وإن الثالث مش عارف، بيقول يعني الناس ديت يعني مش كانوا بشر يعني، الناس دي وصلت إزاي؟ وممكن يعني يجي يقول ايه يعني ازاي يعني الواحد يعني عمرها ما هتحصل ان الواحد يختم القران في ليله يعني. ممكن يقول لنفسه كده، او يقول لك هو اصلا دي في تصور اصلا. انت بصيت للراجل ده في الاخر، يعني انت مثلا سفيان الثوري مره كنت بقول لواحد ايه، بقول له سفيان الثوري سجد سجده من بعد صلاه المغرب فما رفع منها الا حينما اذن المؤذن من صلاه العشاء. قال لي يا شيخ كان زمان الواحد مخه انفضح. بقول لي كده، بقول لي كان زمان الواحد مخه انفضح. قلت له من المغرب للعشاء ايه؟ قلت له لا ده انت خد بقى دي، سفيان الثوري مره سجد سبعه اسابيع. فقال لي والله هو طبعا مش فاهم يعني ايه سبع اسابيع. فقلت له اه والله. قال لي شوف يا عم الشيخ دي بقى مش هصدقك فيها، لو حلفت لي على المصحف ما صدقتش فيها. فقلت له يا اخي بالقران سجد سبع اسابيع. طبعا حلف بالقران بكلام الله. فقال لي يا عم الشيخ خلينا نبعد مع بعض. فقلت له ما هو ايه المفروض تسالني سؤال يعني ايه سبع اسابيع؟ اقول لك يعني ايه سبع اسابيع؟ فقال لي هي لها معنى ثاني؟ قلت له اه لها معنى ثاني. قال لي ايه؟ قال قلت له سبع اسابيع يعني سبع الاسبوع شوط، سبع اشواط يعني الطواف يعني. قال لي اه الطواف. قلت له ايوه هو الطواف، يعني سجد 49 نفس. سبعة سبعة بكام؟ لو واخدة من ست أنا ليه؟ وضعت الحساب. 49 يعني أكيد طب الحمد لله. فهو تسعة الراجل طاف 49 طواف وسفيان الثوري ساجد. أنت تيجي تبص إزاي؟ أيوه ما أنت بصيت لسفيان الثوري بعد ما بقى سفيان الثوري. لكن اللي تحت إيه اللي حصل؟ من تحت ما تعرفش الأساس بتاعه إيه؟ أنت شفت الجامع مبني ما شاء الله، وما شاء الله مشيد وعمارة، شايف عمارة طويلة عريضة. أنت تستغرب العمارة دي اتبنت إزاي؟ ما هو أنت ما شفتش اللي حصل إيه؟ اللي حصل تحت اللي شايفه. بس فين الثوري برضك أنت ما شفتش اللي حصل له تحت؟ وفضل يكابد ويعالج ثابت الجناني صاحب أنس رضي الله عنه ورحمه، يقول كابدت الصلاة 20 سنة.
يعني فضل يعالج في نفسه علشان يصلي يستقيم على الصلاة 20 سنة، وده كان في زمان غير الزمان ومكان غير المكان، احنا في ايام سوريا. فيعني احنا محتاجين كتير علشان نطلع، محتاجين كتير عشان نتخلص مما نحن فيه. ممكن الواحد يتهدف لحظة يتهدف سبحان الله، لكن يبني نفسه يفضل ايام وليالي يبني نفسه. واحد يبقى في الاعتكاف تمام التمام يطلع عليك ايه يقول يا ريت ما طلعت، والله يقول يا ريت ما طلعت من اللي شايف بره بلاء. ممكن الواحد سبحان الله يفتن. فالانسان يحتاج الى بناء قلب، والا جاب الانسان ونفسه لا لا يكون. والموضوع مش موضوع انك انت مرتحي وبتروح تحضر الدرس، الموضوع مش كده خالص. موضوع قلب، قلب يرتقي الى الله سبحانه وتعالى، يسير الى الله عز وجل. والمشكله يا اخوانا مش انك، كان الشيخ محمد المختار الشنقيطي ربنا يرضى عنه ويحفظه من كل سوء، واحد يعني بيساله يا مولانا مش انا هاخد الكتاب ده امتى؟ انت مش هتقرا امتى الاحكام؟ فبقول له يا مولانا انت شرح طويل قوي، هو خلص سبحان الله. بقول له يا مولانا هاخد الكتاب ده امتى؟ قال له يا بني ليس الامر ان ننتهي من الكتاب، لكن الاهم ان نموت على طاعه الله. مش مشكله نخلص ولا نخلص، هو هيجي يجي الموت عشان نخلص الكتاب. حلو النمله، قصه النمله المشهوره اللي حكاها الشيخ فريد رحمه الله. النمله اللي هي شايله حاجه وماشي في الطريق، هي ماشيه في الطريق ماتت، كانت تحاول. انما اللي مش ماشي اصلا، اللي مش تابع الطريق خالص، ده هيعمل ايه؟ فهو انت حاول كابد مكابده القران، وهو المنهاج، وهو ايضا من مناهج التلقي. لسه منهجين بس اقولهم بسرعه لانني ذكرتهما في المحاضره الماضيه، اللي هي منهاج التدارس ومنهاج الفهم ومنهاج التدارس. يبقى احنا عندنا كام منهاج كده، مناهج اركان التلقي. يعني الركن الاول ايه؟ المحبه. الركن الثاني التلاوه. الركن الثالث الاستماع. طبعا التلاوه داخل فيها الصلاه اللي هي التذكير. يبقى محبه، استماع، تلاوه، مكابده، فهم، تدارس. الفهم انا احنا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا ونسال الله ان يبلغنا رمضان. يعني لسه ايام رمضان، لسه كام يوم، لسه قرابه ايه، لسه اسبوع تقريبا، اسبوع على رمضان. يا الاسبوع ده ايام هيموت في ناس ويحيى في اخرى، محدش يعرف، يعني محدش يعرف هياكل رمضان ولا لا. لكن نسال الله ان يبلغنا رمضان حين تبلغ رمضان، لما بقى يعني ربنا سبحانه وتعالى يكرمك كده وتبلغ رمضان، انت هتتفرغ للقران. اوعى تضحك على نفسك وتحط لك قايمه طويله على كده من الكتب وتقول انا بقى فاضي في رمضان لا شغل ولا مشغل هخلصها. اوعى تضحك على نفسك. رمضان للقران وبس كده، للقران وايه؟ وبس، مش حاجه ثانيه. هو ربنا لما ذكر رمضان قال شهر رمضان الذي انزل فيه ايه؟ القران. ولما قال انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من ايه؟ 1000 شهر. فانت عندك القران والقران والقران، مش حاجه ثانيه. خلي معاك كده القران جنبك كده على طول، واقعد بقى طول النهار، مش وراك شغل ولا مشغل، اقعد مع القران. وراك اشغالك خلص واقعد برضه مع القران. وذكر ربنا شرع التراويح عشان نسمع فيها القران، والقراءه عشان نقرا القران، عشان كله الشهر كله للقران. شهر رمضان الذي انزل فيه القران، هذا هو التعريف، التوقيت الزماني لهذا الكتاب العزيز. فانت عندك القران ومعاك تفسير مختصر. اي تفسير مختصر؟ طب يا ترى يا شيخ التفسير مش عارف في الميسر ولا المختصر في التفسير؟ اي حاجه اللي معاك يقرا فيه. طب يا ترى يا شيخ تفسير السعدي؟ تمام التمام حلو. طب مش عارف تفسير؟ جميل،
يعني ما تشغلش نفسك بكتاب احسن من كده. اي كتاب يفسر فيك القران يعرفك معاني القران خليك معاه. وانت بتقرا انت عندك طبعا تلاوه عندك قراءه عليه تقرا تحصل الاجر ان شاء الله تعالى. وعندك قراءه خاصه اللي هي قراءه التامل انك انت بقى ما تعديش حاجه بقى يعني انت لازم تفهم تمر على الاقل على الاقل على معاني غريب القران على الاقل تمر على الايات المشكله. انت قرات ايه طب يا ترى الايه دي كذا ولا كذا طب يا ترى الايه دي معناها ايه الكلمه دي معناها ايه لازم تثير الاسئله في نفسك علشان تترقى مش تستنى واحد يقول لك المعلومه جاهزه لا انت وانت بتقرا عندك ايات قرات مثلا قل هو الله احد الله الصمد يعني الله الصمد يعني ايه الصمد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب يعني ايه غاسق ويعني ايه وقب ما معنى هذا الكلام قرب مايك شويه عشان نسمع حاضر والله دي المشكله انا ما اعرفش اقرب المايك خالص ماشي احنا خلصنا فاحنا عندنا ايه عندنا المنهاج ده هو منهاج الفهم للقران انك تفهم القران ولازم لما تفهم القران تكون فاهم صح الراجل لما راح لواحد بيقول له ايه بيقول له لقد قرات القران وفهمته كله الا ايه واحده بيقول له في ايه واحده بس قاعد قلبها يمين شمال مش عارفه تيجي معايا خالص فقال له ايه يا مولانا فقال له الرحمن فاسال به جبيرا من جبير هذا هي طبعا الرحمن فاسال به ايه خبيرا يعني خبيرا بالرحمن اهل الذكر فبقول له الرحمن فاسال به جبيرا جبير ده مين بالظبط عشان اروح اساله طبعا صاحبنا واضح ان هو يعني في الطائفه الاخرى مش فاهم حاجه خالص فلا انت لازم لما تفهم تتاكد من فهمك وما تنسقش وراء الايه الكلام الجميل تلاقي واحد كاتب كلام حلو ولا يمت الى القران بصله مش كل كلام حلو ينفع تحطه تحت الايه ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش زي واحد مثلا ايه فسر مثلا الامام القرطبي فسر مثلا ايه فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما فقال لك ديت مثل ضربه الله للدنيا ان اللي يشرب منها يبقى مش تمام واللي يعني يقترب غرفه بيده يبقى حلو كده يعني فالامام القرطبي قال كلام جميل قال الكلام ده حلو وتمام التمام ومعناه رائع بس ما ينفعش انه يتحط تحت الايه دي الايه دي نازله في حاجه معينه ونازله في اطار معين الكلام الحلو ده هو الجميل حطه في اي حته ثانيه لكن ما تحطوش تحت الايه تحت الايه وطبعا ده بيكتر في رمضان عافاكم الله من الفيس وما ادراك ما الفيس تلاقي في رمضان الجماعه كلهم قلبوا مفسرين كلهم قلبوا مفسرين حلو ما فيش مشكله بس انت عاوز تنقل وعاوز تنقل للناس اتاكد انه صح ما فيش مشكله ما فيش مشكله انك تكتب وما فيش مشكله انك تحث الناس على القران بس اتاكد انه صح لان لو ما تاكدتش دي مصيبه تقول على الله بلا علم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما تعلمون ولا تخفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر فؤاد إلى آخر الآيات. آخر حاجة بقى وبه أختم إن شاء الله تعالى التدارس. التدارس يعني إيه التدارس؟ يعني إحنا في رمضان أغلبنا بيقعد بعد الفجر. وأحرصوا يا إخواني على هذه المجالس بعد الفجر كده تكون لك صحبة تتدارسون فيها القرآن. سيدنا جبريل كان بينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان يدارسه. صح يا مولانا؟ يدارسه. الشيخ محمد ممكن يكلمكم عن التدارس ده عامل درس جميل عن التدارس، رأيته. فالتدارس ده هو معلش يا مولانا احنا يعني كده أفشينا الأسرار معلش. مرة جاية إن شاء الله ما نقولش حاجة. فاحنا عندنا اول حاجه التدارس يعني سيدنا جبريل كان ينزل يدارسه القران يقعد يتدارسون القران اخر مره عرض عليه القران قرا عليه القران مرتين القران مرتين هو محتار ليه
لا هو شكله بدور على حاجة مع نفسه. قرأ عليه القرآن مرتين، مرتين يقرأ عليه القرآن ويدارسه القرآن. يعني يدارسه القرآن يعني يفهموا مع بعض القرآن. وذكر ربنا سبحانه وتعالى قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. شوف على فكرة الآية دي تصلح إن إحنا نحطها فين؟ في المحبة فوق خالص. لا تحرك به، كان يجد شوقا. وذلك كان بيقول لي سيدنا جبريل أنت بتنزلش عنا كتير ليه؟ صح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول لي سيدنا جبريل يعني ما لك لا تزورونا أكثر مما تزورونا، يعني أنت بتأخر علينا كده ليه؟ فأنزل الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فمدارسة القرآن تعمل مجموعة ويبقى معاك كتاب من كتب التفسير وتحط ضوابط لهذه الجلسة، مش تبقى سداح ملاح كده مفتوح كل واحد اللي قال حاجة وسمعت خبر النهاردة طب استنى ما افتح التليفون طب ابص على الرسائل اللي جاية على مش عارف ايه طب لا ما فيش الكلام ده خالص. دخلت كل حاجة برة، كل واحد مع المصحف بتاعه، في مدير للجلسة عشان الأمور ما يعني تنضبط ولا تختلف، في ضوابط كده حط ضوابط لعل الإخوة إن شاء الله ينشرون على صفحة المسجد بعض الضوابط لإنجاح المجالس القرآنية. إزاي أصلاً نعمل فكرة مجلس قرآني ونتدارس فيه القرآن. سبحان الله، ربنا عز وجل يفتح في هذه المجالس ما قد لا يفتحه على الإنسان وهو بمفرده والله. أو أنا جربتها كثيراً، ممكن أكلم أخي مثلاً في شيء، أو حتى سبحان الله قد يسأل المرء سؤالاً ينبهه إلى معنى لم يكن حاضراً في ذهنه. يعني أنت عارف كويس وعارف تمام التمام ومذاكر الحتة دي بس مش فاكرها، الأخ فلان يقول لك طب يا ترى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت عزيز الحكيم. طب يا ترى جاب العزيز الحكيم هنا ليه؟ ليه يعني شمعنا عزيز الحكيم؟ يقول له غفور رحيم، ما احنا بقول له وإن تغفر لهم فإنك أنت غفور رحيم، لكن ليه يقول العزيز الحكيم؟ انت عارفها ومذاكرها تمام التمام بس مش فاكرها. الوقت تقوم جاي تقول طب يا اما انك انت تراجع وتشوف، يا اما انك انت تستحضر المعنى اللي انت كنت قراته او سمعته. يبقى انت اثرت على نفسك معنى ايه؟ معنى جديد. يبقى فهمت معنى جديد من ايه؟ من القران. طب يا ترى جاب الايه ديت هنا ليه وما جابهاش هنا؟ طب ايه ارتباط الآية؟ يعني مثلا تلاقي في سوره البقره مثلا يعني تلاقي الايات بتتحدث عن الطلاق، جاء قرب الميكروفون في اخر لحظه، تلاقي الايات اللي بتتحدث عن الطلاق فوق طلاق وتحت طلاق ربنا عافينا، وتلاقي في وسطها كده حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. ايه اللي جاب الايه دي؟ يعني الايه دي جايه هنا ليه؟ القران معجز، معجز. يعني العرب بهر ابو جهل وابو لهب وابو سفيان ايام ما كانوا كلهم يروحوا على بيت النبي عليه الصلاة والسلام يستمعون القرآن وهم طالعين الفجر يخبطوا في بعض، انت بتعمل ايه يا ابو سفيان؟ انت بتعمل ايه يا ابو جهل؟ احنا قاعدين طول النهار نقول لهم ما تسمعوش للراجل ده ولا لكم دعوة بيه، انت ايه اللي جابك هنا؟ وخلاص وعليها وما عدتش رايح وتوبة بعد النوبة ويخبطوا في بعض تاني. وهو الراجل لما سمع القرآن بيقول ايه؟ بقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه من كلام البشر. قول ده، وبعدين ده راجل كان فاهم، يعني هو راجل إيه كان فاهم هو بقول إيه. ولذلك لما شافوه قال لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، ده راح بوش وإجا بوش تاني لما سمع أوائل سورة الصلة. هو مسك في النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تهلك أمتك، لما قال له لا تهلك قومك لما قرأ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال له حسبك كفاية الله يصلحها. كانوا خايفين لأنه عارفين الكلام ده عمره أبدا ما يكون. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذن أيها الكرام، خلاصة الأمر أن منهاج التلقي للكتاب له أركان، فمن أركانه المحبة
ثم التلاوة، والتلاوة في الصلاة، ثم الاستماع، ثم المكابدة، ثم الفهم، ثم التدارس. وهذا يعني هو حاديك إلى الإقبال على هذا الكتاب العزيز، إلى التخلق بأخلاق القرآن. سيدة عائشة لما سئلت كيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه الإيه؟ القرآن. ولما سئل رجل سأله ولده قال له ما الذي بلغ بك هذا المبلغ، فأشار إلى القرآن وقال هذا الذي كنت أطويه وأنشره حتى بلغت به، أطويه كطي السجل للكتاب، أطويه وأنشره أفتحه حتى بلغت به ما كنت آمله، فدم عليه وجانب من يجانبه، فالوحي أشرف شيء أنت حامله. وقال سحنون أحد أئمة المالكية الكبار رأيت ابن القاسم أحد كبار المالكية أيضا في المنام فقلت ما صنع الله بك، قال في عليين، قلت بما، قال بتلاوة القرآن، قلت فالمسائل، فأشار يلشيها، قل له كده يلشيها، قلت فابن وهب، قال ذاك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ورؤية شعبة بن الحجاج أبو بسطان رحمه الله تعالى في المنام فقيل ما صنع الله بك، قال احفظ عني، حباني إلهي في الجنان بقبة لها ألف باب من لجين وجوهرا، وقال لي الرحمن يا شعبة الذي تبحر في جمع العلوم فأكثرا، تنعم بقربي إنني عنك ذو رضا، وعن عبدي القوام في الليل مسعرا، مسعر المصحف مسعر بن كدام رضي الله عنه، وعن عبدي القوام في الليل مسعرا، كفى مسعرا شرفا بأن سيزورني وأكشف عن وجه الحجاب لينظرا، وهذا فعال بالذين تنسكوا ولم يألفوا في سالف الدهر منكرا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.